صبا رؤية عامة، رأيت إعصار يقترب من مصر ناحية الصحراء. طيب دي رؤية عامة، والإعصار اللي من ناحية الصحراء حلو. شوفوا بقى حلو. رأت إن في إعصار يتجه من ناحية الصحراء. خدوها هي رؤية عامة مبشرة بتغييرات وانقلابات، مش انقلابات على دولة، لا، أماكن ممكن تكون صحراوية هتعمر، في عمار هيحصل فخم جدا 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 جدا، والعمار ده هيبيد، هيكون سبب في إبادة أي قيلة أو قال أو أضرار أو مديونات أو على مصر، حتى هنتخلص منها إن شاء الله رب العالمين، والله أعلى وأعلم. سبحان الله، شوف الرؤية عاملة إزاي والاتجاه التفسير داخل في إيه.